إشادة دولية أممية جديدة بالسياسات التنموية للدولة المصرية خلال 8 سنوات. تكدس نقلات النفط قبل تركيا بعد تطبيق سقف سعر النفط الروسي. أسعار النفط العالمية ترتفع بعد سقف أسعار الخام الروسي واجتماع أوباك بلس. مرحبا بكم، نشرتنا الاقتصادية المتخصصة تأتيكم في موعدها على شاشة النيل للأخبار. وفيها نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا يسلط الضوء على ما حققته مصر من نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية خلال 8 سنوات، وضعتها بين الدول العربية والإفريقية الأكثر تقدما. تقارير التنمية البشرية التي تصدر عن الأمم المتحدة تمثل إشادة دولية جديدة بالسياسات التنموية المصرية. وذكر تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة أن مصر استطاعت أن تتقدم في مؤشر التنمية البشرية على بعض الدول ذات الدخل المتوسط، مشيرا إلى أنه لأول مرة يعد المؤشر بالنسبة لمصر أعلى من المتوسط للدول العربية. بحث المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والسيد سليم شانكايا الرئيس التنفيذي لشركة جيت تكستايل خطط الشركة التوسعية بالسوق المصرية للاستفادة من الإصلاحات التشريعية والتنفيذية التي قامت بها الحكومة المصرية. وأشار عبد الوهاب خلال اللقاء إلى حرص الهيئة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات الجديدة في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، موضحا أن استثمارات الشركة في السوق المصرية تصل إلى 150 مليون دولار. من جانبه أعلن الرئيس التنفيذي لشركة جيت تكستايل عن استهداف الشركة زيادة حجم استثماراتها في السوق المصرية بقيمة 70 مليون دولار في نشاط الغزل ليتجاوز حجم استثماراتها 220 مليون دولار في صناعة الغزل والنسيج. أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان عن الطرح الأول للتخصيص الفوري لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد مسكن بنظام الطرح الدائم بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي. وأوضح وزير الإسكان أن الطرح يأتي في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي للحجز الفوري من خلال الهيئة. وسيتم عرض قطع الأراضي المتاحة بالطرح الأول ضمن آلية الطرح الدائم من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز اعتبارا من الساعة 10 صباحا بعد غد الخميس. أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات أن الوزارة تعمل على تجهيز عدد من التشريعات لعرضها على مجلس النواب، منها قانون خاص بالشركات الناشئة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا عقد جلسات مع تلك الشركات للوقوف على التحديات التي تواجهها والعمل على تذليل أي عقبات. كما أشار خلال لقائه بأعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى توقيع نحو 29 اتفاقية مع شركات عالمية في مجال التعهيد لفتح مقرات لها في مصر وزيادة حجم الاستثمارات وتوسيع نطاق مراكزها في السوق المصرية، والتي من المنتظر أن تضيف نحو مليار دولار عائد سنوي للصادرات المصرية بحلول عام 2025. عقد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع البرنامج القومي الثالث للصرف ورؤية الهيئة العامة لمشروعات الصرف المستقبلية فيما يخص التوسع في إنشاء شبكات الصرف وإحلال وتجديد الشبكات القديمة. وصرح وزير الري أن مشروعات الصرف المغطى تسهم في تنمية الاقتصاد القومي من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومي لتضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. أعلن رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبد الحميد الدمرداش أنه جاري فتح أسواق بعض الدول لعدد من المحاصيل بالتعاون مع الحجر الزراعي المصري، وذلك في إطار استراتيجية زيادة الصادرات خاصة للدول الآسيوية ودول أمريكا اللاتينية. جاء ذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة السابعة بمعرض فود أفريكا 2022. تتواصل فعاليات المعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات فود أفريكا في دورته السابعة إلى جانب معرض التعبئة والتغليف والتصنيع الغذائي ومعرض الحاصلات الزراعية. وأشار الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن افتتاح المعرض اليوم يمثل قيمة كبيرة لقطاع الصناعات الغذائية.
خلف هذه الجدران أكثر من 700 عارض، معرض يضم كل مستلزمات الإنتاج والتصنيع أيضا. فهنا كل جديد في مجال الصناعات الغذائية. فود أفريكا كان العنوان، والمضمون شامل كل الصناعات الغذائية للمعرض في دورته السابعة بمشاركة دول عربية وإفريقية وأوروبية. التعاون المصري الأوروبي مهم جدا، زي التعاون مع جميع الدول، نقل الخبرات ونقل الأمور هام جدا. مفيش حد بيعرف كل حاجة، لازم الناس تتعاون بحيث تقدر تطلع حاجة كويسة. ولأن سياسة المعارض باتت هي الملمح الرئيس باعتبارها أحد الركائز الأساسية للترويج التجارية، فقد شاركت كبريات الشركات المصرية كالعادة في هذا المعرض لتوثيق التعاون التجارية والصناعية مع الدول المشاركة. المعرض مدته 3 أيام، بنحاول نستفاد منه أكبر استفادة. أولها بنجيب رؤساء الشركات في أول يوم، ما بيكتفوش بس بفترة الافتتاح، لا بيعدوا على جميع الشركات اللي ليها علاقة بنفس مواضيعنا. العائد ان احنا بنفتح اسواق جديدة لمنتجاتنا، بحيث ان نقدر ان احنا منتجاتنا توصل لاكتر اماكن موجودة في العالم، وده هيعود طبعا على الشركات التابعة للشركة القابضة، ان زيادة الايرادات وزيادة ارباح وتوفير العملة الصعبة، انها تقدر توفر العملة الصعبة اللي تقدر تشتري بها الخامات اللي هي محتاجاها. فالمعرض بالنسبة لمصر هو طريق للامتداد للخارج تجاريا وصناعيا وتبادل للخبرات ايضا، اضافة الى زيادة قدرة مصر التصديرية في كل الصناعات خاصة الغذائية منها. المعرض ده الحقيقة بقاله في الدورة السابعة فعلا، وفي حوالي 700 عارض، وفي حوالي 160 شركة مختلفة مستوردة. العارضون في المعرض الذين تشكلت وجوههم ولغاتهم أثنوا على التواجد فيه وعلى التنظيم الجيد أيضا، وأكدوا أن تلك المعارض تفتح لهم مجالا أوسع لتبادل الخبرات والصناعات أيضا. فود أفريكا فتح لنا أبواب كتيرة قوي ان احنا نبقى اكسبوز في الماركت المصري، وان احنا نقدر نفتح علاقات اكتر مع الناس في السوق المصري كموزعين للبن. نحن نقوم بتصدير الأرز الى العالم العربي، الى كل الدول الاسلاميه، الى الشرق الاوسط. شركه من تركيا من مرسين، نحن نشتغل بالبقوليات والحبوب. اول مره نجي على الفود افريقيا. شاركت مره قبل كده في المعرض، لان مشاركين بالمعرض بنسبه وزاره التنميه المحليه بتساعد المعرض وبتساعد تطوير العصافير. اليوم كان الافتتاح، وغدا وبعد غدا سوف يمتد المعرض، وما بين ندواته وورشاته وحضور الخبراء سيكون التبادل التجاري في ابهى صوره والتصدير السلعي طريقا للخارج بحسب خبراء. رمضان الشحات، النيل. على صعيد التداولات، صعدت مؤشرات البورصة المصرية قبيل ختام تعاملات اليوم الثلاثاء مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب، فيما اتجه المستثمرون المصريون والأجانب نحو البيع. سجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مستوى 934.2 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت 2.9 مليار. وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 بنسبة 1.65%. كما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.55%. قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن اقتصاديات إفريقيا تسجل أعلى المعدلات العالمية حاليا في نسب الفئات الشبابية، لكن مع نسب بطالة مرتفعة، وهو ما يجعل التوجه نحو ريادة الأعمال المرتكزة على الابتكار أولوية ملحة لمعالجة إشكالية التشغيل والتفكير في سياسات حكومية داعمة للشركات الناشئة. جاء ذلك في كلمة تبون خلال انطلاق أعمال المؤتمر الإفريقي الأول للمؤسسات الناشئة، وبمشاركة عدد من الوزراء الأفارقة المعنيين بملف الشركات الناشئة. خفضت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف الرئيس الذي تبيعه إلى آسيا لشهر يناير لأدنى مستوى له في 10 أشهر، وذلك للمخاوف بشأن تراجع الطلب واحتمال زيادة المنافسة الروسية. وقالت شركة أرامكو السعودية إن المملكة خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل يناير إلى آسيا $2.20 البرميل عند ديسمبر، والسعر الرسمي الجديد أعلى بقليل من المستوى المنخفض السابق عند $2.08 البرميل في مارس 2022.
من ناحية أخرى، بدأت نقلات النفط في التجدز قبالة سواحل تركيا في اليوم الأول من بدء تطبيق سقف الأسعار الغربي على الخام الروسي، مع مطالبة أنقرة بتقديم إثبات جديد على وجود تغطية تأمينية لجميع السفن. ينتظر نحو 19 ناقلة نفط خام لعبور المياه التركية اليوم، وبدأت دول مجموعة السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 تطبيق سقف لسعر نفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل هذا الأسبوع. على صعيد آخر، ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن دخل سقف حددته مجموعة السبع لأسعار النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ أمس الاثنين، علاوة على حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الخام الروسية عن طريق البحر. وارتفعت العقود الأجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتا إلى 83 دولار و 34 من المئة دولار للبرميل. صعد الخام الأمريكي 70 سنتا ل 77 دولار و 63 من المئة للبرميل. في أسواق المعادن النفيسة، استقرت أسعار الذهب اليوم مع استقرار الدولار بعد تسجيل أكبر قفزة له في أسبوعين في الجلسة السابقة، في حين استمرت المخاوف من رفع أكبر للفائدة الأمريكية من قبل المركزي الأمريكي. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1769.99 من المئة دولار للأوقية، في حين ارتفعت الفضة 0.5% إلى 22.37 من المئة دولار للأوقية. صعد البلاتين بدوره 0.1% إلى 998.63 من المئة دولار للأوقية. أخبار الاقتصاد انتهت في النشرة، هذه تذكرة بأهم العناوين. إشادة دولية أممية جديدة بالسياسات التنموية للدولة المصرية خلال 8 سنوات. تكدس ناقلات النفط قبالة تركيا بعد تطبيق سقف سعر النفط الروسي. أسعار النفط العالمية ترتفع بعد سقف أسعار الخام الروسي واجتماع أوبك بلس. نشرتنا انتهت، دمتم في أمان الله.